الله ذا يطلع قاسم سليماني ويجيب لنا واحد ثاني، لعاد احنا عليه ما طالعين مظاهرات، غير على مود نبدل شو اسمه انه ما اريد تدخل احزاب وما اريد تدخل من غير دول، اريد انه يكون سياده للعراق، يكون العراق محترم، ما حد ما يتدخل باوضاعه. وبالنسبه انه قاسم سليماني يجيب لنا واحد جديد، يعني شنو السالفه؟ نبدل تمر بخرمه؟ يعني والله العظيم ما كيش حكي، يعني نفس الحاله يجيبون قاسم سليماني يجيب لنا، الدول الفلانيه تتدخل بينا، فما يصير بويا، احنا شعب وان شاء الله احنا نختار نشوف اللي نشوفه اصلح لنا. ما زال الاضراب مستمر، واضراب عام من اغلب المحافظات الجنوبيه والوسط، ومتضامنين ان شاء الله ويا اخوتنا المتظاهرين وما نعيفهم لحد ما تتحقق المطالب ان شاء الله. يلا مباشر بالدوام، وحتى لو نضيع سنه هم مو خساره باخوتنا المتظاهرين، لان اللي انطانا عمره وما قصر ويانا وبايع دمه على مود انه باكر عقبه يامن لنا مستقبلنا ومستقبل اولادنا، فاحنا ما نقصر عليه مجرد الدوام، دوام مو مهم الدوام. انطينا دم، الثورة جتي من الشباب، بدأت من الشباب، ما نريد أي أحد يركب هاي الموجة، مثل ما إحنا بديناها إحنا ننهيها، وإحنا اللي نسوي الحكومة الجديدة، إحنا اللي ننتخب، ما نريد أي أحد يجي يمثلنا، مثل ما رفضنا هواي ناس قبلهم، مفروض لجان يسووها الطلاب والأساتذة اللي بالقانون، هم يعرفون شنو شغلهم، إحنا مو اختصاصنا قانون صحيح. بس اكو ناس اقتصادها قانون ويعرفون شنو شغلهم، يعرفون شنو الشيء الصح وشنو الشيء الغلط، وهم من الشعب، فما نريد غير هذا الشيء، ما نقبل غير من الشعب، نريد البرلمان كله ينحل، كله وتغيير نظام جديد ودستور جديد وانتخابات جديده، كل هذا ما يفيد. كم ام بكت؟ يعني احنا الليل ما دنا اكل ما دنا ناكل، والله العظيم، يعني دنمت شباب كوما، يعني شبابنا حيخلصون، خلصوا مو هيك. لازم يتحاسبون، أصلاً دمنا ما يبرد إلا يتحاسبون واحد واحد. احنا نستنكر دخول قاسم سليماني للعراق بصفه غير شرعيه وتدخله بالشؤون الداخليه للبلد، وانه يريد هو اللي يحل وزراء وهو اللي يعين رئيس وزراء ويتدخل.
أول شيء نحن نرفض أي تدخل سياسي إن كان طائفي أو غير طائفي. إحنا شباب، إحنا كافي 16 سنة هم كانوا يحكمون بينا، 16 سنة نهبونا، أخذوا من يومنا كل شيء، نفطنا، أخذوا شبابنا، أخذوا كل ممتلكاتنا. إن شاء الله نقدر نغير ونرفض أي شيء يصير. هذا الدليل واضح إن القادة والسياسة الحكومية مالتنا كلها تابعة للتدخلات الإيرانية. إذا أي قرار يتخذوه الدولة مالتنا ورئيس الوزراء أو أي قادة سياسيين ما يتخذوه إلا بقرار إيراني، هذا إنه يؤكد هذه الزيارة. وإحنا طلعنا من التغيير في سبيل إنه أي تدخل إيراني أو أي دول مجاورة ما نسمح فيه. إحنا نريد وطن، إحنا اللي نختار، وإحنا المتظاهرين هذا حقنا وحق أجيالنا وحق كل العراقيين. طبعا احنا نرفض هذا الشيء تماما. احنا من اول يوم جينا بساحة الاعتصام هدفنا واحد، انه هو نمنع التدخل الخارجي، فما نريد لا ايران لا امريكا لا اي دولة تتدخل بينا. وهو هذا والرئيس الوزراء والحكومة كلها اللي حتنتخب من اختيار الشعب ومننا من ساحة الاعتصام. احنا كلهم شرع قلق، يعني اول شيء نحل البرلمان، نريد نغير العملية السياسية كلها، نغير الدستور، كلهم نريد يعني الاحزاب كلها تتفكك، نريدها ما نريد. طبعا احنا نستنكر مجيء قاسم سليماني الى العراق، ونقول احنا كمتظاهرين احنا نقرر مصيرنا، وما نريد من اي شخص يقرر مصيرنا. وثانيا احنا اجينا للتحرير من اجل نسقط حكومه، مو تجي حكومه مثل اللي قبلها. وان شاء الله بهاي الثوره واستمراريتها، صحيح استقالت عادل عبد المهدي لكن هو المفتاح البسيط والوحيد لهذه المظاهرات، ولكن اسقاط الاحزاب واسقاط الحكومه وعدم التدخل خارجيا من كل دول الجوار سواء ايران او اي دوله من الجوار. ونحن نستنكر ايضا دخول
قاسم سليماني الى العراق بصوره غير شرعيه وبصفه غير رسميه. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا الرحمه والغفران لشهدائنا شهداء العراق وشهداء التحرير وشهداء اخواننا نادي قار والنجف الاشرف. احنا لا نريد قاسم سليمان ولا غيره اي واحد يسوي تشكيل لرئيس الوزراء، احنا الشعب اولا احنا نختار بدينا نختار من هو رئيس الوزراء، ثانيا احنا ما نختار لا رئيس وزراء ولا هاي منا لمن يطلعون كلهم، يعني ما نريد ولا واحد يبقى، كلها تطلع وتخلص وبعدين احنا نشكل حكومه، الشعب هو يشكل. احنا ما نريد اي واحد يتدخل به، لا ايران ولا غير يعني ولا غير اي دوله، يعني احنا الدوله نريد واحدنا واي دوله ما تتدخل بالدول الاخرى. I'm gonna go.
التطوير تنويه موجود.